قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية مسجد خضر التابعة لمحافظة المنوفية قافلة توعية لمحو أمية عدد من كبار السن، ونظمت القافلة عددا من الفعاليات بالقرية منها برعم الطفل عن طريق تعليم الأطفال للمهارات المختلفة وكيفية الاستخدام السليم للتكنولوجيا. ووزعت القافلة كذلك عددا من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. جايين في محافظة المنوفية في مركز مسجد الخضر، إن شاء الله نازلين بمساعدات عينية لأكثر من 20 أسرة، سواء أجهزة كهربائية أو مراتب أو سراير، وبرضه بنعمل دروس يعني تقوية لبراعم بأكثر من 25 طفل إن شاء الله، بنستهدفهم وبنشتغل على التربية والآداب صلاة والحاجات دي كلها، وكمان معانا أكثر من 10 مستفيدين لمحو أمية بنشتغل عليهم طول السنة لغاية بيقدموا في امتحان محو أمية وينجحوا فيه ان شاء الله. وكمان عندنا فرز ملابس عشان نقدر نعمل معرض ان شاء الله المره الجايه للاسر بسعر رمزي. يعني جايين النهارده نوزع اجهزه على الاسر وبراعم، بنساعد الاطفال بنعلمهم اخلاقيات وكده وبرمجه، وفي فرز ملابس برضو، وده كله طبعا مش بيتم غير بعد ما عملنا استكشاف. نزلنا قبل كده عملنا استكشاف، بنبدا الاول احنا بنشوف كذا قريه عشان ننزل نشتغل فيها طول السنه، نبدا احنا ننزل بعدد صغير 5 أشخاص، بننزل نشوف القريه مستحقه ولا لا من اول عين عشوائيه، نشوف استحقاق ولا لا، بعد كده بننزل بعدد اكبر نعمل استكشافات عامه بقى، دي بنطلع منها استحقاقات اسقف، الاسر اللي محتاجه ميه، الاسر اللي محتاجه اجهزه عينيه، في مسنين، بنطلع برضه منها حميه ومساعدات براعم. بس بتوع الرساله اللي بيجوا بيعلمونا ويفهمونا الصح، ونفسي اتعلم اقرا قران واحفظه وابقى واقرا كل حاجه واحفظ كل حاجه، وعشان ابقى ما اسالش حد على حاجه اصغر مني وانا ست كبيره كده وعندي 60 سنه. انا جيت هنا نفسي اتعلم القرايه والكتابه عشان اعرف اقرا في المصحف، اقرا كلمه حد يجيب لي ورقه اعرف اقراها، اعرف امضي اسمي في اي مكان منصوب شيء، نفسي ان انا اتعلم اقرا وقت.